بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ضمن سلسلة الفوز مع الناس مبادئ تساعدك على الارتقاء بعلاقاتك وتعمل بإذن الله لصالحك في كل مرة هذه المبادئ الخمسة وعشرين مقسمة على خمسة أسئلة تكلمت على هذا الموضوع في أكثر من حلقة ومع مقدمة كل حلقة أنه تقسيم ال 25 مبدأ على الخمسة الأسئلة حيساعدنا في استيعابها أكثر فكان السؤال الأول سؤال الاستعداد بيساعدنا انه احنا ننظر في ذواتنا في داخل انفسنا، هل نحن طرف صالح في العلاقه ام لا؟ وتحته تكلمنا على خمسه مبادئ على مدار خمسه حلقات. السؤال الثاني كان سؤال الارتباط، ويساعدنا هذا السؤال على التركيز على الطرف الاخر في العلاقه ايا كان هذا الطرف، وتحته تكلمنا على سته مبادئ. سؤال الثقه الان بيشجعنا هذا السؤال على النظر للعلاقه نفسها. ما بننظر في ذاتنا ولا بننظر في الطرف الاخر، بننظر للعلاقه، فهل نستطيع بناء علاقه من الثقه المتبادله تحت هذا السؤال مجموعه من المبادئ غطيناها في مجموعه من الحلقات السابقه اليوم حلقتنا الاخيره تحت هذا السؤال والحلقه مرتبطه بمبدا جدا مهم مبدا حفره الوقايه. مبدا حفره الوقايه ينص على انه عند الاستعداد لخوض معركه ما احفر حفره كبيره بما يكفي لاحتواء صديق معك لو اقدمنا على حرب لو بنستعد لخوض معركه ونريد حفر خندق او حفر حفره نحتمي بها عندما يحمل وطيس او اذا اضطرينا للحمايه لا تحفر حفره بهدف حمايه نفسك انت بس اعمل حساب اعز ناسك أقرب ناسك أهم الناس اللي معك الحفرة كبرها بحيث تستوعبك أنت وتستوعب أيضا صديق معك في أوقات الفقر والمحن الأخرى في الحياة يكون الأصدقاء الحقيقيون ملاذا آمنا أكيدا إنهم يحمون الصغار من الأذى هم الكبار بمثابة المواساة والعون في ضعفهم وهم يحثون الأقوياء الناضجين على الأفعال النبيلة والسؤال الذي ينبغي علينا أن نسأله لأنفسنا هل أنا صديق يعتمد عليه هل أنا صديق يستطيع من حولي من المقربين والأصدقاء الاعتماد عليه في الأوقات العصيبة في الأوقات الصعبة هل أنت إنسان ينشد فيك الظهر هل أنت إنسان ممكن تكون سند لمن حولك وعون هل أنت إنسان ممكن يحتمى بك هل أنت إنسان ممكن تكون عضيض وممكن تكون معين وممكن تكون مساعد للشخص اللي معاك والشخص اللي يامنك، الشخص اللي يكون معاك يعطيك هذه الثقه انك انت تحميه لو تطلب الامر. وهذه بعض الحقائق حول اصدقاء حفره الوقايه. رقم واحد اصدقاء حفره الوقايه قليلون جدا بل هم نادرون. اثنين اصدقاء حفره الوقايه يقدمون الدعم قبل المعركة واثناء المعركة، وجود شخص يقاتل بجانبك اثناء المعركة يمثل عونا هائلا ولكن حتى قبل المعركة فإن معرفتك بأن شخصا ما يؤمن بك ومستعد للقتال معك ومن اجلك امر يدعم المعنويات بشدة ويشد من ازرك، فمساعدة الاصدقاء لنا لا تفيدنا بقدر ما تفيد معرفتنا الواثقة بأنهم سيساعدوننا ان احتجناهم. ثلاثة أصدقاء حفرة الوقاية يرون الأمور من نفس المنظور من نفس الزاوية قادرين يشوفوا بعيني قادرين يحسوا بإحساسي قادرين أنهم هم يعرفوا أفكاري ومشاعري فبينظروا للموضوع من زاويتي وحاسين فيه أربعة أصدقاء حفرة الوقاية يحبوننا حبا غير مشروط من مبدأ ومن منطلق إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فحبهم غير شرطي ما بيضعون لستة اشتراطات إذا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا بعدين أحبك لا بيقدمون لنا حب بلا شروط دعم غير محدود يقال أن الصديق هو شخص يحفظ أسرارك ولا يفشيها لأحد أبدا حتى وإن تعرض لأشد أنواع التعذيب وصنوف الإغراء الممكنة لما كنا صغار كان البعض يجي يغرينا بحلويات بشوكولاته عشان نبوح ببعض الاسرار عن مثلا بعض افراد الاسره او احد فيجي يغريك يقول لك اعطيك حلاوه وتقول فصديقك الصح صديقك الحقيقي والله لو مين اغراه ولو أغراب بايه ما راح يقول حتى لو اعطوا شوكولاته يتخلص بهدوء من صورك السيئه كثير مننا ممكن اتصور صور صور بايخه صور مش حلوه منظرك فيها تعبان منظرك فيها سيء فهو من عنده اللي عنده جزاء الله خير بيتلف هذه الصور وبيتخلص منها لانه ما يحب يشوفك بصوره سيئه او بطريقه غير جميله يبغاك دائما تكون في ابهى حله وبافضل صوره ممكنه طبعا في البعض ما يصدق على الله يلاقي لك صوره وياخدها مدل ويدلك فيها ويحرق اعصابك فيها يقال ان الصديق شخص يعرف انك لا تعرف ما الذي تتحدث عنه وانك انت قاعد تفتي وما بتتكلم بمعلومات مستند فيها لويكيبيديا بل من كيسيبيديا يعني من كيسك قاعد انك انت تالف وتقول من راسك بس هو يسيبك يديك المجال لا يقتل المتعة، عارف يقول لك لا تقتل المتعة يا مسلم، فهو ما يقتل لك المتعة، يسيبك مستمتع ومنطلق وقاعد انك انت تتكلم لما توصل للاستنتاج لوحدك وتعرف انه هو عارف انك انت مش عارف وهو من باب انه ما بيقتل المتعه اعطاك المجال هذا الصديق الحقيقي يعطيك دائما المجال لا تقتل المتعه يا مسلم يقال ان الصديق هو شخص يتبع معك نفس النظام الغذائي نفس الحميه نفس طريقه الاكل ويروح معك لنفس المطاعم وياكل معك نفس الاكلات ويكسر النظام الغذائي معك ايضا لو انا كنت ماسك حميه ونظام غذائي وجيت كسرتها هو يكسر معايا هذا الصاحب نبغى الصاحب اللي معانا دائما على الحلوه وعلى المره وتعلي هنا اسئله لمناقشه مبدا حفره الوقايه من منطلق شيء يستحق التفكير راح اعطيك خمسه اسئله اتمنى انك انت تفكر فيها بينك وبين نفسك مع اهلك احبابك اصحابك والناس اللي حواليك وزملائك في العمل شارك افكارك حول هذه الاسئله وشجعهم هم ايضا ان يشاركوك افكارهم ويا ريت اسمع كمان مشاركاتك في خلال لقاءاتنا في نادي رشاد الفكري من خلال تطبيق الزوم نشوف بعض صوت وصوره ونسمع الاراء ونتناقش مع بعضنا البعض جدول اللقاءات موجود على الويب سايت training.rashad.com.sa اتمنى انك انت تدخل وتسجل وتشوف موعد اللقاء القادم عشان نسمع ارائك افكارك ونستفيد من بعضنا البعض، خليني اديك بعض الاسئله اللي اتمنى انك انت تفكر فيها وبعمق. السؤال الاول هل الدوافع مهمه؟ ما الذي يجعل الانسان على استعداد لخوض المعركه مع شخص اخر؟ هل مشاعر الايثار والتضحيه هي اللي بتدفعه ام ممكن يكون عنده دوافع مختلفه؟ هل الدوافع مهمه اصلا؟ قبل خوض المعركة قبل خوض التحديات قبل خوض الأوقات العصيبة ولما نقول أن المعارك ليس فقط الحروب اللي بتكون الحروب الحقيقية بين الجيوش كلنا في حياتنا عندنا حروب وعندنا أوقات عصيبة وعندنا تحديات ونحتاج أنه يكون معانا سند عضيد أحد أنه هو يشد من أزرنا موسى عليه السلام يقول واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري فنحتاج دائما أن يكون أحد معنا يشد من أزرنا ويشاركنا أمرنا ومعاركنا كل واحد بيكون عنده تحديات عصيبة فما الذي يدفع الناس للوقوف معنا في هذه المعارك وخوض هذه المعارك معنا ترى ما هي دوافعهم اثنين ما دور التعاطف إني لا أتساءل يا ترى متى ينشأ التعاطف في مبدأ حفرة الوقاية هل لازم يكون في تعاطف بيننا وبين بعض قبل المعارك قبل التحديات قبل الأوقات العصيبة أم أنه بتفاعلنا مع بعض خلال المعركة خلال الأوقات العصيبة ينشأ التعاطف شيء يستحق التفكير إيش رأيك في هذا الموضوع ثلاثة أي نوع من الأصدقاء أنت هل سبق أن دخلت حفرة الوقاية مع شخص أحتاجك في معركته هل سانت إنسان كان محتاج لدعمك وعملت له دعم حقيقي ووقفت معه سواء أحد من أفراد أسرتك عائلتك أو في العمل أو صديق مقرب في حياتك وتحتاج أنك أنت تقرر أي نوع من الأصدقاء أنت بالنسبة لمن هم حولك هل حتكون الإنسان اللي ممكن يعتبر السند يعتبر العضيد ولا لأ هذا قرار نختاره إحنا بانفسنا أربعة لماذا ندخل الحفرة بمفردنا أذكر في سلسلة أفلام أكس الشهيرة ومن ضمن الشخصيات الشهيرة جدا في عالم مارفل السينمائي شخصية وولفرين ففي أحد أفلام وولفرين وكان يحكي فترة أنه هو كان موجود أثناء إلقاء القنابل الذرية اللي ألقتها أمريكا على اليابان في هيروشيما وناغازاكي فالمشهد كان بيوصف اختباء الناس في الحفر تحت الأرض أثناء هذه القنابل وأثناء هذه التفجيرات للقنابل الذرية ففي بعض الناس أثناء قفزهم في حفرة الوقاية يقفزون بمفردهم فما يكون معهم أحد يخوض معارك في الحياة لوحده منفردا تلاقيه أنه هو ما أعرف ما السبب هو هذا السؤال يخش المعركة ويدخل هذه المعركة و هل لأنه لم ينشئ علاقات وطيدة لناس تساند في أوقات المحن والشدائد أم لأنه هو يحب ويفضل أنه يخوض المعارك بمفرده ويخوض التحديات بمفرده فما الذي يمكن أن يحدث لشخص يضطر باستمرار للقتال بمفرده في الحياة إيش اللي ممكن يصير لإنسان دائما دائما بيخوض معاركه لوحده خمسة صداقة قبل المعركة أم أثناءها وهذا السؤال يعني كل واحد عنده وجهة نظر فيه أنا سؤالي هنا في أي المواقف تزيد احتمالات أنه ننشئ علاقات صداقة قبل المعارك ومن ثم نخوض معاركنا في مقابل أنه أثناء خوضنا للمعارك وصراعنا من أجل البقاء وأثناء تحدياتنا تنشأ علاقات الصداقة أثناء هذه الأوقات الصعبة ففي وجهه نظرك اي من النوعين من الصداقات هذه بيكون اقوى؟ فاي النوعين من هذه الصداقات بيكون اشد متانه، اشد ترابطا، اكثر ثقه؟ تحس انه العلاقه هذه فيها ثقه متبادله بشكل اقوى. هذه وجهه نظر وكل واحد عنده راي في هذه المساله وفي هذه القضيه. فطرحي لهذا السؤال من باب رغبتي في معرفه وجهه نظرك واي من العلاقات تتوقع راح تستمر اكثر وراح يكتب لها باذن الله الاستمراريه والعمق والقوه. وبكذا نكون انتهينا من الخمسه اسئله المخصصه لمناقشه مبدا حفره الوقايه. مبدا حفره الوقايه الذي ينص على انه عند الاستعداد لخوض معركه فاحفر حفره كبيره بما يكفي لاحتواء صديق. لا تحفر حفره لك انت لوحدك. اتمنى ان شاء الله انه هذا المبدا يساعدنا انه احنا نكتسب المزيد من الثقه. في علاقاتنا مع من هم حولنا وبهذا المبدا رح نختم سلسله المبادئ المرتبطه بسؤال الثقه تحت سؤال الثقه هل عندنا القدره على بناء علاقات فيها ثقه متبادله تكلمنا في مجموعه من المبادئ هذا كان اخرها لكن لسه مبادئنا ما انتهت لا يزال عندنا سؤالين مهمين ايضا سؤال مرتبط بالاستثمار في العلاقات وسؤال مرتبط ب انشاء علاقات المنفعه المتبادله وين وين فوز فوز لسه قدامنا تقريبا ما يقارب عشرة مبادئ راح نناقشها على الحلقات القادمه حتى القاكم باذن الله في حلقه قادمه مع مبدا اخر لكم من يطيب التحيات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك فمان الله سلام